نشرة الرابعة، أهلا بك. أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أكد له فيها تضامن الجزائر شعبا وحكومة مع شقيقة تونس في هذه المرحلة الدقيقة. كما تناول الرئيسان في هذا الاتصال الهاتفي الأخوي سبل دعم العلاقات الجزائرية التونسية في مختلف المجالات. أصدر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس لاجتماع مجلس الوزراء أصدى تعليمات تخص قطاعات العدالة، الداخلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الاتصال والثقافة. التفاصيل في تقرير حرية جرجار. تناول مجلس الوزراء عدة ملفات تعكس الانشغالات المطروحة على مستوى الساحة الوطنية ذات صلة مباشرة بمتطلبات الساكنة على ضوء جائحة كورونا وما خلفته من وضع استثنائي. هذه الانشغالات تجسدت في توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أمر بتخفيف الحجر الصحي، بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه في حالة استمرار تراجع في عدد الإصابات مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية، هذا مع فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة، مع تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي، والإبقاء على التواصل وحسن استماع لشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة. كما تؤكد تعليمات رئيس الجمهورية على رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيز الخدمة لأسباب بيروقراطية محضة، هذا بالإضافة إلى إعداد برنامج لإطلاق مشروع مستشفى للجروح الكبرى ومستشفيات للاستعجالات في كل من عنابة، قسنطينة ووهران. وهو يوجه تحية إكبار إلى الشعب الجزائري على الهبة التضامنية مع سكان الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة، أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية لعائلات شهداء الحرائق مع تقييم حجم الخسائر والشروع في عملية التعويض مع الاستعانة بالجيش في حالة الضرورة في هذه المهمة. وبحكم تداعيات جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطيل لنشاط المؤسسات الاقتصادية، أكد مجلس الوزراء على إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي مع الإسراع في تقديم مشروع نص قانون خاص باستحداث منحة البطالة تضاف إلى الصيغ الموجودة في قطاعات أخرى. هذا كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع في إنجاز مشروع إنتاج اللقاح بالجزائر وتكليف شركة سوناتراك باقتناء شاحنات لنقل الأكسجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا. وتحسبا للاستحقاقات المحلية القادمة، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات تخص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها الوحيدة الكفيلة بقرار الإعفاء من شرط المناصفة في القوائم الانتخابية. وفي قطاعي الثقافة والاتصال، أمر رئيس الجمهورية بضرورة دعم الصناعة السينماتوغرافية مع إعادة بعث إنتاج مشروع فيلم الأمير عبد القادر. وفيما يخص التشريع الخاص بالسمع البصري، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بإصلاح القطاع باعتماد دفتر شروط يؤطر هذا النشاط. بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث سلمه رسالة خطية من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون. اللقاء كان فرصة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين الجزائر وتونس وكذا مستجدات الأوضاع في الساحة المغاربية. وبالمناسبة ثمن الطرفان الهبة التضامنية المتبادلة بين البلدين.
تم اليوم تقديم المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل بالأربعة نثيراثا بولاية تيزي وزو لدى وكيلي الجمهورية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة. ويمثل أمام وكيلي الجمهورية 92 مشتبها بهم، تم إلقاء القبض عليهم في عدة ولايات من الوطن، من بينهم ثلاث نساء. ويواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم، منها القتل العمدي والتنكيل بالجثة وحرقها، الاعتداء على مركز شرطة والانتماء إلى منظمة إرهابية، وأعمال تخريب تمس أمن الدولة. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على عشرات المشتبه في تورطهم في مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، بينما تتواصل التحقيقات التي باشرتها بعد الحادثة مباشرة. انطلقت اليوم المنافسة العسكرية الدولية السينو تقنية صديق الوفي بملحقة مركز التكاثر والتكوين السينو تقني للدرك الوطني بباينام بالناحية العسكرية الأولى، تحت إشراف قائد الدرك الوطني بحضور رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى رؤساء الوفود الأجنبية وإطارات عسكرية. أحمد صويلح. في اليوم الأول من المنافسة شاركت ثلاثة فرق نسوية متمثلة في الفريق الوطني العسكري، الفريق الروسي والفريق الأوزباكستاني، في اختصاص سباق البياتلون الفردي الذي جرى على مسافة 2400 متر، بينما شاركت خمسة فرق لدى الرجال هي الفريق الوطني العسكري بالإضافة إلى فرق روسيا، بيلاروسيا، أوزباكستان وفيتنام على مسافة 3200 متر. اختصاص سباق البياتلون الفردي تتخلله وقفتين للرمي بالبندقية في وضعياتي الوقوف والانبطاح، ما يجعل السباق يتطلب الكثير من التركيز. المسابقة في يومها الأول شهدت تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة، أظهرت خلالها النخبة الوطنية العسكرية إرادة كبيرة بغية تحقيق نتائج مشرفة. خلال اجتماع عقده اليوم مع المدراء التنفيذيين، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار على ضرورة وضع تصور لإيجاد حلول للصعوبات والانشغالات التي يعيشها القطاع، وهو اللقاء الذي يأتي ختاماً لسلسلة اجتماعات على مستوى الإدارة المركزية والمجمعات الصناعية. وبالمناسبة كشف وزير الصناعة عن مشروع لإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي كاملة الصلاحيات. إن المديريات الولائية بالنسبة لقطاعنا تعتبر همزة وصل بين الإدارة المركزية والمتعاملين الاقتصاديين من خلال نقل انشغالاتهم والمساهمة في تطوير مختلف مناطق الوطن بالاستثمار والحصول على العقار الصناعي. ونحن نعمل على تحضير مشروع إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون بكامل الصلاحيات في توزيع العقار الصناعي وتهيئة وتسيير المناطق الصناعية. ضمن الجهود الوطنية للتكفل الأمثل بمرضى الكوفيد، استلمت ولاية برج بوعريريج ست محطات لتوليد الأكسجين تم اقتناؤها من طرف لجنة التضامن الولائية لفائدة مستشفيات الولاية، في خطوة تهدف إلى الحد من مشكل الأكسجين بالمصالح المخصصة لمرضى الكوفيد. اليوم لحقتنا الدفعة الأولى 2 محطات بسعة للواحدة 54 متر كيب في الساعة، اللي هي أكبر محطات على مستوى اللي دخلت على مستوى الجزائر لأول مرة، أكبر محطات اللي غاديين نصطاليهم على مستوى مقر الولاية المستشفيات بوزيدي الأخضر وبن عبيد، وعندنا 4 محطات أخرى سوف يصلوا خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله، يكونوا على مستوى مستشفيات مجانا، راس الواد، منصورة، وبرج غدير.
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات قسم شرق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط جمعية أشرار تنشط في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. خلال هذه العملية تم إيقاف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 37 سنة، كما تم حجز أزيد من 5000 قرص مهلوس، سيارة نفعية، دراجة نارية، هاتفين نقالين. بعد استكمال التحريات سيتم تقديم مشتبه فيهم بموجب ملف إجراءات الجزائي أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم. أوري الثرى اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة جثمان الفقيد المناضل المجاهد والمؤرخ الدكتور جمال جنان الذي وفته المنية عن عمر ناهز 85 عاما. الجنازة حضرها أقول مستشار رئيس الجمهورية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية ورئيس جمعية العلماء المسلمين ورفقاء الفقيد وزير المجاهدين، وفي كلمة تأبينية ذكر بخصال الفقيد وبمساره الثوري. نقف اليوم بقلوب خاشعة ونفوس راضية بحكم الله لنودع المجاهد الفذ والمؤرخ المحنك سي جمال جنان عليه رحمة الله تعالى، وتشاء الأقدار أن يوارى الثرى والجزائر تحيي اليوم الوطني للمجاهد الذي صنع التاريخ وساغ صفحات مشرقة من النضال والكفاح في سبيل الحرية والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية. إن لله وإنا إليه راجعون. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، ألقاكم في نشرة الخامسة.